فقال هلم أبو حدثك عن ذلك إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فسأل عنها فقال إن النفر الأشعريون فعمل له بخمس زواد غر الذرع ثم انطلقنا كلما سمعنا حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملنا وما عنده وما يحملنا ثم حملنا تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه والله لا نفلح أبدا فرجعنا إليه فقلنا له لست أنا أحملكم ولكن الله حملكم إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منه وتحللتها. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.